ووصلت يا جماعه مدينه جديده في ايران وتعتبر من اجمل المدن هنا، مدينه شيراز. حاول اعدي الطريق بس هنا مفيش حد بيقف لحد، ما هي ده طريق المشاه، شايفين الدنيا عامله ازاي؟ هنستكشف النهارده مدينه شيراز واحكي لكم عنها. هنبدا جولتنا هنا من ايران بوتينيكال جاردن، واحده من اهم الاماكن اللي في مدينه شيراز، خضره وطبيعه وورود وشجر وحكايات وروايات هنشوفها مع بعض دلوقتي. الاول بس نقطع التذكره بتاعتنا، سعر التذكره يا جماعه الحديقه دي 2 مليون و500 الف ريال. ليه يعني وانا داخل الجنه؟ بهزر يا جماعه، 2 مليون و500 الف ريال دول عباره عن 5 دولار بس. خلينا بقى نقطع تذكرتنا ونبدا جولتنا، وعايزين نوصل الفيديو الرايق ده ل 20,000 لايك. انزل اديني اللايك الجميل واكتب لي الكومنت الرايق، ويلا بينا نفتح مدينه شيراز ونستكشفها حته حته. يلا بينا. ورود يعني دخول. سلام حبيبي، سلام على الجمال. حب الخضره والطبيعه. And the grave of Cyrus is مدينة شيراز بقى اللي احنا فيها دلوقتي دي تعتبر من اجمل مدن ايران. المدينة دي معروفة هنا انها مدينة الشعر، مدينة الخضرة، مدينة الورود البلدي، مدينة الورد البلدي، لان هنا بيطلع اكتر من 200 نوع روزز او 200 نوع ورد بلدي بيطلع هنا في المدينة الجميلة دي. وهنا كمان كانت المدينة اللي عاش فيها اشهر شاعر ايراني اللي اسمه حافظ، فلذلك المدينه دي بالنسبه للايرانيين زي ما قال لي صديقي الايراني بيعتبروها باريس ايران. حتى لما يكون في حد عايز يعمل شهر عسل مثلا ومش مسافر بره البلد بيعمل ايه؟ بيجي يقضي شهر عسل هنا في مدينه شيراز. فدي المدينه الجميله اللي احنا فيها، وبدانا جولتنا بالحديقه الرائعه دي علشان نستمتع كده ونفسنا يتفتح على الجوله بتاعتنا ونكمل اليوم الجميل بتاعنا ان شاء الله. فيلا بينا. الحديقه يا جماعه بجد جنه، وريحه الورد البلدي فيها تجنن ما شاء الله تبارك الله. بصوا زهور والوان مختلفه في كل مكان حواليك غير الشجر والخضره، وهي ضخمه جدا جدا يعني بصراحه. فبنتمشى كده نستكشف الدنيا بتقول ايه. في برضه هنا في الحديقه يعني زي اماكن كده بيبيعوا سوفونيرز وحاجات زي كده. ايران يا جماعه بصراحه يعني انا شايفها للسياح او للناس اللي جايه من بره تعتبر رخيصه. حلو البتاع ده، سعره كام ده؟ 438,000. نجيب التور جايد دلوقتي علشان خاطر ايه؟ يعرف يضبط الدنيا ويجيب لنا سعر محلي مش سعر كده للسياح، مع انهم بصراحه لحد دلوقتي ما شفتش حد بينصب على عليا يعني بصراحه. الشنط دي حلوه برضه. سلام. سلام، هاو ار يو؟ اي لاف يو ان ميني لانجويجز. كان اي سي ذات ون؟ يا اوكي، هاو ماتش از ذس؟ سعر المونتيزا يا جماعه 100,000 تيماني، يعني حوالي 2 دولار تقريبا. يا جماعه بقى ممكن تمشي هنا ساعات وساعات وقعدات وقصص وحكايات وانت في قلب الخضره والطبيعه والورد والشجر، يعني شيء رائع رائع. المدينه خضره جدا جدا جدا. فاول وقفه واول استكشاف كده في مدينه شيراز بدانا بالحديقه دي، فحاجه بصراحه تفتح النفس، شيء جميل. So what is it? Coconut. Coconut. Sugar. Sugar. الاكل عندهم غريب والحلويات غريبه، فالبتاعه دي اسمها فالودا، مش عارف شيري وعليه عصير ليمون او صوص ليمون، يعني بيقول لك الشيري ده حلو والليمون حادق فسويت اند ساور يعني تقريبا. هنا الجماعه دول او الجروب ده لقى مكان جامد بقى مع الخلفيه بتاعت القص والخضره وبتاع، فبياخدوا صوره جميله هنا مع المايه كمان. كتير جدا يا جماعه الشعب الايراني على فكره، ما كنتش متخيلهم كده خالص والله. سلام. كله بيضحك في وشك وبيحبوا الاجانب جدا على فكره، يعني مثلا لو انت واقف تصور حاجه. بيغني. الشعب الايراني لطيف جدا وبيعامل الاجانب معامله كويسه قوي بصراحه، يعني مثلا لو انا بصور حاجه مثلا وحد معدي لا ده ممكن يرجع الطريق كله عشان ما يجيش في الكاميرا وما يضايقنيش، ومبسوط ويقول لي لا لا اتفضل خد راحتك وصور براحتك وكلام من ده، مع ان لغته بالانجليزيه مش قوي، ولكن ستيل يعني هو علامات الضيافه او علامات الترحيب باينه على وشه. شعب لطيف، شعب لطيف. بص بقى الخضره اللا متناهيه، يعني زي ما انت عايز تمشي امشي، خضره وشجر وحاجات جميله. حلوه قوي القعدات اللي عاملينها من جذوع الشجر دي، تحس نفسك قاعد على شجره. شايفين ده جزء شجره وده جزء شجره وحاطين منه خشب فعاملينه زي انا لبست بتاع مش واخد بالي. الشجر نازل على الارض. مكان لطيف قوي، يعني مثلا تخيل تجيب اولادك كده اسرتك الجميله تمشي تقضي يوم لطيف. فمدينه شيراز دلوقتي بدات افهم ليه بتعتبر من اجمل مدن ايران. بص يا جماعه الورد الطبيعي شكله عامل ازاي. الله، اه يا سلام. دلوقتي بقى يا جماعه عايز ادخل جوه القصر او البيت ده واشوف بقى ايه ده عباره عن ايه، وبعد كده نخرج بقى من الحديقه. كفايه كده. ده بيبيع هدوم ده تقريبا. سلام. That's for girls only, yeah? No men?
ده؟ What is written here? حافظ؟ اوكي. مكتوب هنا يا جماعة شعر للشاعر اللي اسمه حافظ اللي قلت لكم عليه، اللي هو ده يعني بيعتبروه هنا أهم حاجة تقريبا في مدينة شيراز ومشهور جدا في إيران. هحكي لكم عنه في الفيديو إن شاء الله. في هنا برضو شوية حاجات بقى وإيه، مصنوعات يدوية أعتقد، إكسسوارات وحاجات جميلة. عجباني أوي الحاجات دي يا جماعة، رائعة الجمال. الناس بقى هنا يا جماعه ماشيين في الشوارع دايما بيشدوا شجر التوت الجميل ده وياكلوا منه. بصوا التوت، بصوا التوت وحلاوه التوت. خلينا احنا كمان نروح ناخد معاهم شويه توت. فكرني بايام الطفوله. جود ذس از جود جود ذس ها بصوا الجمال. For holding the camera. Thank you. يعني أقول بسم الله على طول. يا على الطفولة يا جدعان. لذت. جود. الشوارع بقى خارج الحديقة فيها حركة وحياة بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. ولكن دلوقتي هناخد عربيتنا وننطلق عشان نوفر وقت نروح على مكان بعيد شوية ولكن جامد ومميز قوي قوي قوي. يلا بينا حسين. في نهر هنا يا جماعه في المدينه ولكن النهر ده جاف، نهر خلاص ما بقاش فيه ميه، مش عارف ليه. ممكن سد بقى، او لما السد بيعمل الفيضان بتاعه بيتعبى بالميه، ما اعرفش. المهم ان النهر اللي في المدينه هنا جاف، ودي جولتنا كده في المدينه لننتقل من مكان الى اخر. الجو بره النار، النار حر جدا، شايفين مفيش حد ماشي بالشارع تقريبا. وده يا اصدقائي غداء النهارده، كباب. ولكن المره دي انا قلت ايه، اخد سمك خفيف على المعده، فده كباب معمول من السمك عشان انا معدتي متدمره بصراحه. عايز بقى خفه عشان اعمل لكم فيديو الاكل بتاع الشارع وهكذا، بس انا مش قادر اروح اجيب. المهم شويه خضار بقى ايه، جريلد كده وبطاطس ودوره وحاجات جميله. دي بقى حاجه مشهوره جدا هنا في ايران، دي عباره عن هم بيسموها بيره بالانجليزي، يعني بتقول له ايه ده، يقول لك بير. تمام، معرفش باللغه بتاعتهم بيسموها ايه، ولكن هي زيرو كحول. هنا اصلا الكحول ممنوع، الكحوليات والكلام ده، بس حلوه قوي برده، فزي بريل كده او حاجه ايه، زي مشروب شعير قوي شويه، بس زيرو كحول. وساعات بيه كمان بفليفرز بنكهات معينه، فاخدت واحده منه علشان نظبط بيها المعده برده. ونقول بسم الله. فعلا حلو قوي يا جماعه، سمك حلو، لحم حلو، متسوي صح، فالطعم خرافي. هنا بصراحه الاكل في ايران حكايه وروايه. انا عايز اخف عشان اصور لكم الفيديو بتاع الاكل بقى وندوس بقى واسرع وقت، لكن شويه كده ان شاء الله. يلا قبل يا جماعه ما نوصل للمكان اللي انا وعدتكم بيه، اللي هو المكان المميز جدا وهتستغربوا جدا، انا مش عارف تفسيره ايه، بس هحاول يعني اشوف حكايته ايه. ولكن قبل ما نوصل هناك فوقفنا كده عشان ندخل المكان ده نبص عليه من جوه. التور جايد اللي معانا قال لك المكان ده يستحقه جدا. انا طبعا بحب، انتوا عارفين الشوارع والحياه دي، اصلا ماسك نفسي بالعافيه ومستحمل ان انا في الجروب ده بالعافيه. ولكن عايز اوريكم محلات الخضار والفاكهه الفكهانيه يعني موجودين هنا، شبه مصر قوي. بصوا، سلام عليكم. سلام، كان اي فيلم ممنون. بيقول لي اهلا وسهلا. بصوا الاجواء، ما شاء الله ما شاء الله. سلام. شفت يا جماعه بيقول لي منين، قلت له من مصر، قال لي مصر، ويلكم تو شيراز، ويلكم تو ايران. فبقول لكم الشعب بصراحه انا ما كنتش متخيل كده، يعني تفكر في تحسسات وحوارات لكن ما طلعش الموضوع كده. وصلنا البحيرة الحمراء في إيران، تحديدا مدينة شيراز. نستكشف الدنيا حوالينا. الموضوع مش مبهر صراحة، يعني زي ما في عليه حوارات، ولكن أدينا بنستمتع ونستكشف الدنيا من حوالينا. كل ما كانوا في حاجة حلوة أكيد. يلا، راح فين يا مجنون، راح فين؟ أيوة علينا ولا إيه؟ والله العظيم ده حكاية. طريق طويل شوية، بتاع نص ساعة 40 دقيقة من المدينة، ولكن وصلنا دلوقتي المكان اللي قلت لكم عليه، مكان غريب. ولكن للأسف سبب الغرابة أنا مش شايفه، خلاص ما بقتش في حاجة غريبة. ما كنتش بضحك عليكم والله، أفهمكم دلوقتي اللي حصل، أفهمكم. How are you? No alcohol. Alcohol no. Alcohol? Yes?
نو 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 ثانك يو. كان بيديني بتاع ده بيقول لي اشرب مش الكحول، بحسبه راجل بيضايفني. نو اي دونت درينك. نو وات از ذس؟ بيغمض عيني بيقول لي ايه ده؟ شاب خي. شاب خي؟ وات از شاب خي؟ اوكي ثانك يو ثانك يو. شيشه ها؟ شيشه؟ يس جود جود. بص الاجواء الجميله وقاعدين وفي عالم تاني الجماعه دول. المهم يا جماعه، هنا بالقرب من مدينه شيراز يوجد ما يسمى بالبحيره الحمراء. فاكرين واحنا جايين في الطياره النهارده الصبح في الفلوج اللي قبل ده وريتكم المنظر بتاع البحيره الحمراء من الطياره؟ كان بحيره ضخمه والميه لونها احمر وشيء عجيب غريب. فاحنا كنا مستنيين نوصل المكان ده عشان نشوف ايه ده الحاجه العجيبه الغريبه دي، ازاي لونها احمر كده. فدلوقتي وصلنا عند البحيره الحمراء، ولكن يعني هي مش حمراء زي ما كنا شايفينها من السماء، يمكن عشان لازم تشوفها من فوق كده مثلا، مش عارف. يعني هنا مثلا بص، هنا يبان احمر شويه، تمام معرفش. بصوا المهم وصلت عند البحيره الحمراء وكنت متحمس اشارك معاكم الموضوع، اقول لكم بصوا البحيره الحمراء الحكايه الروايه حاجه غريبه عجيبه، ولكن لقيتها مش حمراء زي ما كنت متخيل، يعني مش حمراء قوي، ولكن ستيل هي لون المايه فيها احمر. بس انا فهمت بقى القصه، فهمت الحكايه والروايه تقريبا. بقى البحيره دي بالنسبه للجماعه بتوع ايران هنا يعني مكان للاسترخاء والاستجمام، كله بيجي بعربياته كده واسر اسر اسر يقعدوا بقى بيشوا ويشربوا شيشه ويقعدوا يقضوا وقت جميل وفي مزيكا عاليه وزي ما انتم شايفين كده اجواء جميله. ايه بقى يا جماعه بقى طلع الحوار بتاع البحيره الحمراء وليه حمراء وايه السبب والكلام ده كله؟ طلع الحوار يا معلم ان دي تقريبا ملاحات، فالملاحات دي يعني بيطلع ملح وبيبقى فيها كده زي حاجات معينه. هو الراجل مش عارف يشرح لي قوي، فانا مش فاهم قوي، لكن اللي فهمته ان بيبقى فيه زي حاجات بسيطه جدا 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 لا ترى بالعين المجرده عايشه في البحيره، مش بكتيريا لكن حاجه كده من النوع ده زي فطريات او حاجه زي كده في قاع البحيره وعايشه في المياه. فالحاجات دي بتعكس لون المياه فبيبقى لون المياه احمر. واللي هناك ده اللي هو كان بيوريهوني من شويه، شايفين الابيض اللي هناك ده؟ ده الملح اللي بيخرجوه من الملاحات دي. الصبح كنت راكب الطياره كده زي الجماعه دول وشايفها ايه بقى حاجه حمراء جدا 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 وشكلها عجيب غريب، لكن دلوقتي على ارض الواقع مش قوي. تلاقي اللي فوق دلوقتي يقول لك واو عايزين ننزل نبص عليها سبحان الله. ولكن حتى وان كانت مش حمراء بالشكل اللي انا كنت متخيله، ولكن ستيل هي يعني شيء جميل وسط الجبال، بحيره والجو بتاع البحيره وريحه الملح شيء جميل كده وسط الجبال. احنا شايفين الجبال محيطه بالمكان من جميع الاتجاهات، شايفين الطريق السريع اصلا اللي احنا جايين منه تحت الجبال مباشره، شايفين الكلام الجميل رائع رائع. طبعا بعض الانشطه حوالين البحيره او الملاحات دي زي ركوب المركب البسيط ده اللي عامل زي الوزه سلام، وفي هناك زي حصان كده بس حصان صحته تعبانه خالص يعني زي الاطفال حاجات زي كده، ومعرفش في ايه تاني. في اماكن برضو بتبيع حاجات هنبص عليها ونستكشفها كلها مع بعض دلوقتي. لا بجد المكان وسط الجبال خرافي، يعني شايفين الجبال اللي ورانا هناك دي؟ بس استنوا بس شويه كده الشمس تغرب ونشوف الجمال بقى بجد في الساعه الذهبيه بتاعت غروب الشمس. هصور لكم شويه لقطات خرافيه. شايفين في ناس قاعدين هناك في الخضره اللي هي عند سفح الجبل، في ناس بقى حاطين خيمه هنا وقاعدين، واللي جايب عربياته وقاعد مع اسرته بالشكل ده، شيء يعني كده ايه لذيذ جدا. عليكم سلام. وات از ذس؟ ثانك يو ثانك يو براذر. ممنون ممنون. بصوا هنا الدنيا نشفت ازاي، المفروض ده تحت البحيره لانه مبلول نوعا ما ولكن ما فيهوش ميه، فملح بقى فاهمين؟ الملاحات شايفين الملح في الارض اللون الابيض ده في كل حته هنا حوالينا. بس مش عاجبني ان في يعني ناس جم قعدوا وانبسطوا وسووا يعني نوعا ما مخلفاتهم، مش هقول زبالتهم عشان ابقى ازق شويه وراهم. طب ما نلم يا جماعه، المنظر ده وحش جدا يا جماعه، لازم نمنعه في اي مكان. اي مكان تشوفه كده، تشوف حد بيعمل قدامك كده رجاء نمنعه، بس من الحسن والادب يعني لم الحاجه قدامه قول له ما ينفعش نلوث بلدنا نلوث مكاننا الجميل غلط كده. بص القعدات دي كده قعدتهم الجماعه دول. سلام. بص القعدات الجميله، يجيب الشيشه شيشه بو سماره ولا شيشه؟ شيشه ما هيروين ما هيروين. بس كل واحد يجيب عربيته ويقعد على انستجرام يا يعني. الشعب لذيذ حبيبي. الشعب لذيذ. بصوا يقول لك تعال اقعد معانا كل معانا اشرب معانا. دول اللي كانوا هيدوني في داهيه، دول بيقدم لي حاجه زي عصير، فقلت له الكحول، يقول لي لا 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 لحد ما كان هيلبسني كان طلعت كحول. نو حرام 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 الكحول حرام حلال؟ حلال. انا فاضل لكم مايك عشان تسمعوا صوت، حلال ولا حرام؟ مولانا ميجي تاكي خورال. مولانا قال حلال؟
حلال. ديس حلال، ديس حرام. حلال. بص بيفتح الانستغرام بقاله ساعة. بي بي ان بروبلم، انت ما قلتش حاجة. عمال يشتكي لي ان البي بي ان لازم بي بي ان عشان يفتح الانستغرام وهكذا، لسه هصوره لي. لا 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 انا اقول بي بي ان مشكلة. نعم نعم. بروبلم. بروبلم. جود جود. ويلي كله تمام خلاص. قدام الكاميرا كله تمام. بروبلم. 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 كاميرا. نو بروبلم، نو بروبلم. فارما. ورد الحلال؟ حلال. حلال بسم الله. مش عايز اكسف. عليكي قفتم حرام. حلال ها؟ حلال 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 ما شاء الله. دول اللي عايزين اطلع معاهم شاورما كمان. بقول لك الدنيا هنا بصوا يشغلوا بقى ايه السماعات بتاعتهم والكاسيت بتاعهم ويعيشوا حياتهم الشباب. انستا انستا. انا وقفت لكم المايك عشان تسمعوا صوتهم حواليا لان الاجواء الحاليه اجواء عجيبه، والناس بقى لما بكلمهم وانا حاطط المايك للاسف ما صوته ما بقاش طالع قوي. بسم الله. بصوا هنا بيقعوا ايه طبله وحاجات تطبخ عليها وتشوي عليها، سكاكين ومفكات وحارات وعده يعني. ده بيبيع قهوه وشاي وحاجات زي كده، وده بيبيع شيش بقى المعلم. او يعني بيبيع شيشه بيأجر الشيشه اللي هو ايه يقعد يشرب شيشتك يعني. شيشتهم طبعا غريبه يا جماعه هنا لكن بالشكل ده. واجواء بقى طير طيارات الحب الحاجات، فالاجواء جميله هنا حوالينا شايفين. طبعا يا جماعه يعني دي الحاجات اللي بتخليني مبسوط في السفر. بس الشاب اللذيذ ده دي الحاجات اللي تخليني مبسوط في السفر تمام، الاختلاط بالناس وتعرف على الناس والكلام الجميل ده كله. ده جوي، ده جوي معنا صح. شايفين كل الناس قاعدين جنب عربياتهم وهكذا بقى على طول البحيره، واللي قاعد مع اسرته واللي قاعد مع اهله وحكاياته ورواياته والجو جامد. دي الاجواء هنا في ايران. اجواء الشعبيه. Find the reality especially when you want to go. ده انت سكران مع نفسك خالص. طيب احنا كنا عمالين نتجادل حلال، اقول له يا عم حرام، يقول لي لا حلال ده مولانا بيقول مش عارف ايه. ده مولانا طلع شاعر، والشاعر ده كان بيشرب ويقول لك بقى انت لو عايز تلاقي الحقيقه بقى وتوصل لعالم ما بعد الواقع تشرب وتسرح وتلاقي بقى استغفر الله العظيم يا رب الطريق والله والدين والكلام ده كله، تحسه بقلبك مش بعقلك الواعي وهكذا. فالمعلم ده لا لا، ده المعلم ده في حته ثانيه خالص. يا جماعه زي ما احنا شايفين كده كده انا فهمت شويه الشعب الايراني يحب يجي يقعد كده في مكان جميل زي ده وبمنتهى البساطه. مفيش بقى الحياه هنا مش فانسي يعني، يعني فاهمين الحياه العاديه 95% من الحياه هنا مش فانسي، فالناس بتنبسط باقل حاجه ممكن. عربيات بسيطه جدا ولكن بيجوا بيها حتت زي دي وصعبه في النزول والطلوع وهكذا، لكن بيجوا باسرتهم بزوجاتهم بعيالهم، ما عندهمش فكره ان الست ما يطلعش لا والكلام ده كله زي ما انا كنت مثلا معتقد او ممكن يكون معتقدين. لا بيطلعوا بستاتهم باولادهم ويقعدوا وكله شايف بعضه والناس جميله والعالم مفتوح والحياه مفتوحه وعادي جدا. ده احنا شايفين هنا مثلا اثنين ستات قاعدين هنا في الحته الخضراء دي مع نفسهم، واحد هنا عامل خيمه وقاعد، وشايفين كميه البشر، بشر كتير جدا بينبسطوا يعني بالمتاح. واجواء جميله جدا والله. سلام. فعلا. حبيبي بص الناس كلها بتسلم. قال لهم يا جماعه ممكن اصوركم في اللقطه دي حلوه؟ قال لي اه عادي. سلام. سلام. نو ثانك يو، يو ار ويز يور فاميلي اتس اوكي. كوما يور براذر بيو. اوكي بيقول لي تعالى انت اخونا. السلام عليكم. سلام. ممنون. اوكي ثانك يو. بسم الله. سي دانسي. ريلي جود. فيري جود. هلو. واتس يور نيم؟ ما شاء الله. عايزين نقعد معاهم يا جماعه شويه كده ف بشرب الشاي وعمالين بقى ندردش شويه، مع ان هم ما بيعرفوش انجليزي وانا بعرف ايراني فارسي، فاحنا عمالين كده ايه بلغه الاشاره. وريني هو شغال فين تقريبا. لا 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 شعب جميل وناس جميله والله يا جماعه شايفين، يعني عكس ما كنت اتوقع اطلاقا كده يا جماعه. احلى حاجه ان انا مش فاهمهم وهم مش فاهميني، ولكن بنلاقي طريقه تواصل. الشباب اللي كانوا معايا طبعا يعني بصراحه انا مش لاقي نفسي في الجروب يا جماعه خالص، فقلت لهم توكلوا على الله انطلقوا بسم الله مجريكم وورثكم وانا هلاقي طريق. شوفوا شو ماكو بيه، لان هم عايزين يمشوا ويتصوروا حكايه وروايه، مش جو انا عايز اعيش مع الناس زي ما انتم شايفين كده. غمض شعب بخير. الله الله الله. القرون دي كلها قرون وشعر وفر وحاجات كده متجمعه في مكان واحد.
تفتكروا ايه ده؟ مدينه شيراز بقى يا جماعه اللي احنا فيها دلوقتي دي اللي احنا لسه وصلنا النهارده هنستكشفها ان شاء الله النهارده وبكره وبعده باذن الله وهنلف اكتر واكتر. المدينه دي هي في منتصف محافظه فرس، يعني هنا ايران متقسمه لمحافظات والمحافظات فيها مدن وهكذا. فالمحافظه دي اسمها فرس اللي احنا فيها وشيراز جزء منها. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان محافظه فرس دي هي اللي طلع منها الفرس. يعني ايران من زمان برضو كانت دوله كبيره ولكن كان فيها امم مختلفين، يعني مش كلهم فرس. فاصل الفرس بقى من المكان ده او من المحافظه دي، لذلك حتى الان اسمها فرس. وهنا هتلاقي معظم السوفونيرز اللي هي الاشكال اللي هي القديمه دي الفارسيه، مثلا اسد مش عارف شكله ايه، الحاجات اللي انتم فاهمينها دي. فلسه هنشوف ونتعرف على حاجات كتير. الدنيا يا رب تغرب، الشمس خلاص اهي بتغرب، الدنيا هتلاقي القريب نشوف بقى الاجواء تبقى ايه. بعشق يا جماعه الاكتشاف، يا جماعه بعشق الاستكشاف والاندماج مع الناس بجد. عايز تعرف اي دوله انزل الارض والشوارع واتكلم مع الناس والشعوب، وهتلاقي ان الشعوب كلها قريبه جدا من بعضها. يعني فاهمين ازاي؟ معظم الحاجات او الاستيريوتايبس او الصوره النمطيه لحد دلوقتي انا شايفها غلط. يعني الصوره النمطيه اللي احنا متربيين عليها، لما سافرت ولفيت لقيت ان في كل البلاد اللي زرتها تقريبا الصوره النمطيه دي هنقول 99% منها غلط ومالوش اي اساس من الواقع. سبحان الله. شايفين عند سفح الجبل هنا برده في ناس بقى مخيمين، بقى دي مخيمه وشكلهم اسره كبيره، شايفين؟ وعاد طبعا لانهم يعني حتى من الطريق ده، وده الفيو بتاعهم. دلوقتي بقى عند ساعه الغروب بدات الدنيا تبان، والبحيره بدا لونها يتحول لون الاحمر ويبان بوضوح اكتر من كده. يا جماعه مش فاهموا بيعملوا كده ازاي بالعربيات دي، يعني المفروض ان الحاجات دي عايزه اوف رود، فاهمين ازاي؟ استرى علينا. حاول تسيب. تعال استرى يا رب استرى. بيسلموها والله، بيسلموها زي ما تيجي معاهم تيجي. هوريكم بقى دلوقتي يا جماعه اجواء مختلفه تماما. قلت لكم في بدايه الفيديو في حوار كده عن شاعر مشهور هنا هندخل، ولكن سيبك من الشاعر والمكان بتاعه، هنا بقى الحياه الليليه بقى، عارفين زي الاسواق الليليه او الناس بتخرج بياكلوا ايه بيشربوا ايه. طبعا بالنهار الجو حر وفي وجع دماغ وزحمه، الناس ده بتخرج بالليل فاهمين. بص واحد نازل باسرته على الموتوسيكل اهو الدنيا تمام. بص بقى بيعمل ايه؟ شاي على الحطب والفرشه جميله. سلام. بص الاجواء كلام جميل. ده بيبيع ايه؟ اكل شرب بقى دنيا حاجات حوارات. سلام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اهلا بيك اهلا بيك حبيبي. هندخل دلوقتي المكان اللي ورايا ده واقول لكم قصته ايه، ولكن الاجواء عجباني قوي، في زحمه كده في حياه. بيعمل ايه ده؟ يا ربي على الزحمه يا جدعان. تعال ندخل بس، تعال ندخل اوريكم الدنيا بتقول ايه. ريحه الزرع اللي بيبقى حلو قوي. قلت لكم يا جماعه ان احد اشهر الشخصيات في ايران واكتر شخصيه مشهوره هنا في مدينه شيراز تحديدا هو الشاعر العظيم بتاعهم هنا اللي اسمه حافظ. حافظ ده اللي هو امير الشعراء بتاعهم، شاعر رقم واحد. فعاملين له بقى ايه مزارات وتماثيل. المكان ده هو القبر بتاعه، متخيل القبر بتاعه؟ يعني المكان ده مدفون فيه هنا، متخيل عاملين له هلم قد ايه؟ قبه وقصر وحدائق وبتاع ومزارات، والناس بتيجي بالاعداد المهوله دي تزوره لحد النهارده. مش عارف بيزوروا ايه تحديدا يعني بصراحه، لكن هم من كتر حبهم فيه فبيجوا يقضوا هنا وقت ويخرجوا. ويعتبر بسببه اتسمت مدينة شيراز هي مدينة الشعر. متخيلين حجم الحديقة والمبنية حوالين القبر بتاعه والمباني اللي حواليه وعدد الناس المهول اللي بيجوا يزوروه. وبيشرح تور جايد اللي معايا بيقول لك من كتر ما هو مهم عند الشعب الايراني، بيقول لك الشعب الايراني مسلم، فبتلاقي في كل بيت كتاب القرآن الكريم. بيقول لك في 99% من البيوت هنا في إيران هتلاقي كتاب حافظ. كتاب حافظ ده اللي هو الكتاب اللي هو متجمع فيه الشعر بتاعه كله، فهو معمول كتاب كده اسمه كتاب حافظ، بيقول لك جنب اللي جنب مع القرآن. ده بنقول لكم كلام التور جايد عشان بيبين قد ايه هو مهم هنا
عند الشعب الايراني الشاعر اسمه حافظ ده، بيقول لك مش مشهور هنا بس ولكن مشهور كمان في معظم دول العالم لان كتير من اشعاره ترجمت لعده لغات. بيقول لك بقى اشعاره عن الحب وازاي تلاقي طريقك لله والعباده، وبيقول ان في ناس بيقول لك ده الراجل ده يا جماعه ده كفر وخرج بره المله والدين بسبب اشعاره وحواراته والطرق الغريبه اللي هو بيحكيها دي، ولكن الترجمان بيقول لك ده اسمه حافظ، ده مش اسمه ولكن ده اللقب اللي اطلق عليه لانه كان حافظ القران فتسمى حافظ. فيعني الشعب الايراني بيحبه، ما تعرفش ايه وضعه ايه دنيته ايه. شاعر عاش في القرن ال14، اشعاره عايشه لحد النهارده، سيرته عايشه بالناس لحد النهارده، كتابه موجود في كل بيت عند الشعب الايراني. دي باختصار كده قصه الشاعر حافظ اللي هو واحد من اهم شخصياتنا في ايران. في حاجه عايز اوريكم كده بس هحاول ان انا ايه يعني اسرق البتاع. دلوقتي في انتخابات بتتم في ايران النهارده، ففي ناس بتنتخب هناك اهي، وفي بقى ايه بقى امن واسلحه وحوارات وحكايات وروايات، ففي قلق يعني نوعا ما، فاهمين ازاي؟ لان في الاماكن المهمه حاطين زي صناديق انتخاب عشان ينتخبوا، فاهمين ازاي؟ تعالوا نلقي نظره مقربه على القبر بتاع الشاعر. هو الراجل مدفون هنا، ده قبره، بيقروا الفاتحه تقريبا او مش عارف بيدعوا له، فدي الاجواء حوالينا. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ ايه رايكم في موضوع الشاعر حافظ واللي بيحصل ده والقصه والحكايه والروايه دي؟ شايفينه ازاي؟ اكتبوا تحت التعليقات. تعبان جدا يا جماعه، مفرهد يوم طويل، سفر وطيران وعربيات وتنقل وتصوير وحكايات وروايات، تعبان جدا يعني، عايز اخلص الجوله واروح انام مش قادر. في حاجه كمان بقى غريبه يعني هو قال لي عليها، انا بصراحه مش متقبلها. بيقول لي وجه كلام لي، بيقول لي انت عارف صلاه الاستخاره صح؟ قلت له اه عارف صلاه الاستخاره. قال لي احنا هنا في ايران لما الواحد يبقى عايز حاجه يصلي استخاره، في ناس كتير بيصلوا استخاره ويفتحوا كتاب حافظ على اي صفحه عشوائيه ويشوف مكتوب فيها ايه، ومنها بياخدوا الفال بتاعهم يعني يعمل او ما يعملش. والله العظيم حكايه وروايه يا جماعه، حكايه وروايه يا جماعه دول. فال حافظ عارفين ده بيعملوا ايه؟ بيقعد رايح كده يقرا الطالع يعني، ويقرا فال حافظ يعني، يسالوه حاجه ويشوف بقى ايه، يفتح الكتاب ويشوف لهم الفال من اشعار الشاعر حافظ ويدفعوا له فلوس وخلاص كده. الاجواء برده انتوا شايفين بقى كده عشوائيه جدا، زحمه جدا، ناس كتير بتعمل حاجات كتير في وقت واحد، شايفين الكلام؟ ودي واحده ماسكه كلب. كلب ايه ده؟ نوعه ايه الكلب ده؟ حد يعرف؟ ومتعرفش ايه اللي بيحصل يعني، ده بيعملوا ايه؟ فال ومش فال وحاجات زي كده ولا بيعملوا ايه؟ تعالوا بص عليهم، بص ساعات ازاي. اوه هلو ات بايتس. Alright. بيعملوا ايه دول بقى؟ ايه ده عمل ده ولا ايه؟ رياضيات دي ابلة دي ولا ايه؟ حبيبي في حاجة بتتم هنا يعني، المفروض ان فيها حاجة حلوة العاب ورياضيات بس انا مش فاهم، بس ماشي. وده اكل الشوارع تقريبا، حاجة كده عاملة زي الفلافل ولا ايه؟ بس ان شاء الله اجربها لما تخف عشان تبقى تلعب بعدين يعني، لكن انا دلوقتي مش قادر اجرب حاجة. شوف الكلام، بص الكلام، الله عليك. بيحط في الزيت، شغل جامد. وده حمام يا دورة مشوي، سلام. حمام يا دورة مشوي يا باشا على الفحم والدنيا جميلة. وهنا ده ايه؟ همبرجر، سندوتشات همبرجر. يا سلام يا سلام، اجواء يا جماعة، اجواء هنا. ومن هذا المكان اصدقائي اللي ما اعرفش هو فين تحديدا، هنا في منطقه شيراز او في مدينه شيراز عفوا، الفندق المفروض ان هو قريب مننا حوالي 10 دقائق مشي كده ولا حاجه، فهرجع بقى الفندق لان انا تعبان جدا 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 جدا. ايه يا معلم؟ اوعى حد شد مني التليفون يا جماعه لان انا معرض للكلام ده في اي لحظه، ربنا يسترها. المهم اشوفكم بكره فيديو جديد ومغامره جديده. حبيبي مش عارف اصور، الناس هنا عشرين قوي يا جماعة، تعبت جدا في الفيديو ده وفي تصويره، وشفتوا احنا عملنا ايه، وطيران وصحي الساعة 5 الصبح وطيران وتصوير ومشاوير وحكايات وروايات، فعايزين دعم قوي وعايزين تفاعل قوي. كومنتاتكم بقى الجميلة عشان نعيش الأجواء مع بعض، وليه كده شايفين الدنيا ازاي،
وبكره باذن الله اشوفكم في فلوج جديد وفي مغامره جديده. سلام.